آيات تضبات يكو إلى آيات سديت أن يلبى من سورة المائدة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل خير بني إسرائيل بلان في بانك قادني محالك قادي فصوص عين إساعان لا عبع للي مادان توقيت فكو أتكادان وأرسلنا إليهم فصولا فصولنا وانودتني كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم مركزة والرسول إلي ما دوحاني نفتوض جعلين فريقا قيب كميدا كذبوا البينيين وفريقا قيب كميدا يقتلون ويلاني وحسبوا مركا حسبوا ذاتي دوسع الطايون مركا أي أنبياء وحنب بينينا يا وحن الله إليا وحي أم علينا يا إنا نلا عقابين وسيدا محمود حسبوا وحي أم علينا يا الله تكون إناني أهاني بني أما إيمانين فتنة امتحان هي لباس هي العنة أين إيمانين بأم لين مركي عم بيض اللين يا وبلن في كبر حيان حسبوه حي أم لين يا الله تكون إنا لهلين أما إنا إيمانين تكاند وحوي التامة وحنا إذا وفتنة ألا توجد فتنة من الله حق اللين كإيمانين سيدا تركت فعمو وين دبالين عن الحق بيكين دبالين وسمو وين دقبالين عن سماع الحق بيتحدى قبالا ويكبرين لباتا مركونا علي ثم طاب الله الله سلام لباتا قلنا علي مركي كبرين وإن دبالين ودى قبالين بيكبرين الله وعقابي ثم طاب الله عليهم الله وكتوا بأقبالي معنى هو فجيه طوبا وماتا وحاول لحي إن دبالك يدى قبالك حق دي درئيه طوبا أقبالك وحاول لحي والا فتنيه امتحان فيه أنا ملايسنين إنه قد عي مركو قد عي ويتوبة كينين تاب الله عليهم الله وكسر الله أقبلي ووافجين ثم عمو مركلة يين دبالين وحبك يين دبالين وسمو كد دبالين كثير إن بدن فات دبالشي وإن دبالشو منو يا كمنا كثير توحي بدل كتاهي سموه يا عمود ووضع يبدل كتاهي والله ألنا سبحانه وتعالى بصير في الكوين بما يعملون وحي عمل فليان هو أركى معنى هذا وحي وقتقار يوم كلا إكتاب سليون وحي ملايين يهودي إنا فتن الامتحان عذاب لعين سيدا بثت بيدنا قال إيدي حق بيدي كوات كيستان إن الله عقاب سيبه بضي ويتوبة كيانين وأركى التوبة عقبلي مرلبات بي كبرين مكاسا مركا لبعنا الله وعقاب ابنه ناوي حسبوه وحي ملايين الله تكون ألا توجد إنا لهيلين فتنة من الله امتحان حق علينا نكلم العذاب فعموا وين دبالين عن الحق بكين دبالين ويأتوين وسموا وين دبالين وطماعي مغلطي كل دبالين ثم تاب الله اللي واكدته بأقبالي عليهم دشوه ما كلا انتحاني كده عموا حسبوا الله تكون فتنة ودقنين دكا لسيني وين دبالين وين دبالين حق بأتوين ثم تاب الله عليهم الله واكدته بأقبالي ثم عموا مركلة وين دبالين وسموه إذا قبلن كثير إن بدل أو من مياه كمدة ودب بعد شيء ونغلين والله الله سبحانه وتعالى بصير كأكوي بما يعملون عمل فليانه وقابلنا الأمر إلي لقد كفر حقيقة أهم ويقالوا بهن الذين كوي قالوا يلي إن الله قال له هو يسوى المسيح وهو مسيح كوي يلي مسيحي ابن مريم أها هو كشير الإله كشير وقالوا وقال المسيح المسيحين وحولي تادد كير يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ألا عابدا خبي عنك ربك إيقاع وربكم إذنك ربك إينا ويقالوا ذي قوة مسيح بي وحي دهدين وإله بي دهدين لفتيسا إله بي دهدين ولفتيسا إلها وحي يعني سدا صوص بي أقولنا واقعين ولفتيسا إله بي دهدين وحافلوا إله دهدين لاهود إيا الناسود وإياه متي لي المحوة حرنا هدو إلهنا قيبت بني آدم نمد قيبت الضب نمد وقرعني قيبت إله نمد وحوم عنتبه لاهود إيا الناسود بالي الناسود وقيبت الضب نمد واختلا مكوى إلهي والرسمي أبي إلهي وكلا نوى صدح إلهي وصدح بيلهنا هذا نمرا لقد كفر ويكالوا من حقيق آهان الذين كوي قالوا يري إن الله قال له يسوى المسيح المسيح ويه ابن مريم أها قال المسيح ويلي يا بني إسرائيل لمن كان يا بني إسرائيل وعبد الله ألا عبد ربي ربي وربكم إذك ربي يعني فرد باب اللي يهيدون مربوب يعني اللي يهيد أحد فرد اللي يهيد حقول ربي كنظر
مر ربي يا مربوب لي ما يسوي ماني ما يا ربي بالي هي إذا كان ربي بالي يسوي له بقى إن حكمه وإن عليه إنه شارع كثير وحوي يقول ما يصير قفتي لو ذاجية بالله عليه عبادة لو ذاجية فقد حرم الله الله وحوك حرام يلي عليه بسيس الجنة الجنة وحوك حرام يلي ومأواه ماشو أبلا المن أهو ينينا النار ويان وما للظالمين الظالمين فأما الشغنا من أنصار وحوك قرقارة أما الشغنا إرقاءها وحوك قرقارة يوحك وحكا لقي الحوك وحوك الدفاع من نملها وحوها اللي يجي وحوك دفاع من نملها وما للظالمين من أنصار معنى هذه وحوية قف في شرك اللي مادة وأيان درين يحي حرض الله وقبحي شرك قف في اللي مادة مثل كلمة عيسى مسيح أي كل ويلهين نبي الله عيسى وإلهي كل شيء قيان وحي صفاتي الله لهذا هو يوم وكذلك الآن صفاء لليه هاي أقى بيانا كغير نواقف بالنبي إله نمو سيدا سوك ليين عيسى أقول نواقف صفاء لليه هاي قف في عدك له عيسى وصاتة خلاص وفي إله كتول أفرأيت من اتخذ إله وهواه قفك هولي في إله كذلك صلى الله عليه وسلم هولي إلى إله مرة ومرضه تدخل وزاعل هولي ذي مزاعل الله وفليه مركع حضل كان إنه من يشركتها وحيقوله ذاهي وحاولي النبي الله عيسى هذا الذي سيكم من ثاني مفصيل الساس أبنين قل ينوى كلام مستأنفه الله باقص وضرع إليه نبي عيسى يريع أن راهن إنه شأن قدرى وحاولي من يشرك قفك أشريكي لله العبادة بالشيء وعدك العبادة الله لو ذاكية فقد حرم الله حقيقة أهان الله وكحرام يلي عليه تشيس الجنة الجنة وكحرام يلي وما هو مشؤوه ينا النار الناس ويا وما للظالمين هو الظالمين تعه ومشركين تعه الله وحك لبربر ولا جين وما صدنا من صار وحو قرقارا وأفقه قرقارا أما الدفاع وحوقه قرقارا مثلا وقال أمر ظالم يعني وحوه إليه لما يولي ظلم من وإلى الله سبحانه وتعالى عباده لا شريك له عتك لله لا ولا شيء وهو ألا لي هاي لقد كفروا ويقالوا بين الذين كل قالوا لي إن الله ألا ثالث ثلاثة صدح متك من وياه وما من إله إله مجر ألا يلي إلا إله واحد الله كريم ويان وإن لم ينتهوا حدين هيونان ويان يبتون ويان عما شيء كذبتون ويان يقولون إله دين إله ما صدحا لا يمسن وحاتها بل لا يمسن وحاتها بل الذين قوة كفروا قالوا بي ومن قوة كمل عذاب العذاب أليم حانوشيا ويقالوا بي الله ثالث الثلاثة على اللفظ قال ثالث الثلاثة عربها المكي اللي قالوا عدد كفاعل كيل لغا اشتغال سيدها بالله إضافي اسم جامد ونظري يعني واحد من ثلاثة بي إلهي وامد صدح كمل بينا بركة اللفظ قال ست فاصل واستعمال بعليك هذا الشيء يكون واقعين يا سيدة معنيه سيهاي وحيدهن أظن واحد لي هي ابن هي الروح القدس صدح ذا أظنهم ولي وصدح أسر وإله واحد إصلاح وحوية إله وحوية وصدح ذا وامدون ومثل ذا لفهم كرين وأظن وابن عيسى الروح القدس الله إسكدر وصدح إلهي رؤية هذا الإله كريم إسلام هذا القول يبقى مركة وصابحي إله هو صدح وصابحي مركة وحرق مذهب المركة إلا وحوي إله هو صدح وطوص إلي كي يحيي حيين بالله يام إوحي إله وكبك وبيه صدح إله وإله كريع السلام ووحي يعني الدكة قاركود إلى مين الحلول وحى اللي يداول إلهي إلهي بقى الدكة قيبدح الدكة وكبح الجيرة تبقى من سنبا كده مثل شيء عام وخلاء يتعبد الله لقداحها مركي هنا وحوي لي نبي النمضة وحالها على بن عبد الله قال لما لك جبريل بعد قصيده وين السؤال كان يقول النبي ملك النبي يا علي بكما دام مرت هرب القفي ولقب وضي بركان تبون النبي تقول اشتغى عليه ضد من مسافر داعي يوم مرت الدنبيل علي با الهي با علي تحدقون الحلول في علي مرت مجرد الواسطة رداء الهي با تحدقون الهي با تحدقون مرت علي وقال وكلا يونك بالي وعربي وحوشي قلت علي نفسي سابق إلى هذا المركز لما أدى الله عين بك شعار ماشي عندما سعدانه علي بن أبي الظالب واحترق وصلاش إليهين وهلقى في عندما سعدان المعنى وحوية الحلول وحل إله الكتب القراتلة الحلول وحل إله قال إن إله إله قال القراتلة وإسلام كأول نصر شيكتان يا كيرا بك قلت الوحيد إلهي وصدح نتكم إذا بينا لقد كفر حقيقة هو إيجاله بين
الذين هو قالوا لي إن الله ألا ثالث الثلاثة صدح لك من أولين وما من إله إله نمدنا أصلحان إلا إله إله واحد وكلي المويا انسداؤه نكر في سياق النفي عام وإن لم ينتهوا هذين سيبتوا من عما شيء كذبتوا من يقولون أي ليهين ليمثلن وحاتابا الذين هو كفروا قالوا منهم كوا كمذا عذاب عذاب أليم كل الله حنوشيا سيدا ما شركوا وأسببوا بها عذاب لقلوا الله وحليه فلا يتوبون مواني توبة كيني من إلى الله ألا توبة كيني من ويستغفرونه إلى كغفر عند البين والله ألا غفور كالنافو يرحيم النحرسة الله سبحانه وتعالى رحمته سب الله بن ذينا هو إلهي وصدحيني هو ذلك وهذا الله أصبح أنك يا توبة يستفاد الله مدوني إنه عقاوة دقينه النحرسة الله ربا سبحانه وتعالى هو قال لمن أي قاسيك إله وصدح يليه ما يتوبة كينا أمر ما يكاد لكي أفلا يتوبونا استفادة وحكاد لكي حتى توبة كينا هاي تفاشد خير به ليانا ويمانا وكان الله رحمة ديسي كمتاهي هيرك أغدا بي قال لمن مركا لكي قاعد إنها ترى توبة دي فرنسا الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبونا مياني أتوبة كينا إلى الله ألا أتوبة كينا أقول نقنني بالتوحيد والطاعة أين أقول نقنني ويستغفرونه أين كفر قلبي قلنا الله سبحانه وتعالى والله ألا غفور كذاب ويتحيم حريصا ما المسيح قال لي مسيح معها مسيح ابن مريم هذا قبل الدشي إلا رسول رسول مياني رسول كانت قد خلق أي تكتي من قبل ارتاء رسول رسول أي تكتي رسول فربنا كهر سي أي دمارين وظلنتين وأمه هو يدين صديقة فمن بدن ويس وحكت حرقي فمن سيويان كان وحيا هين ريسي هو يدي يأكلانك وحنا أطعام لكن كيف عني سنين وواحد لكن كعلى إله مقيمة قلبا سيقول التايوين وانا سور بوها بالي مركا دار عسر رسول بوها هاي رسول شي كوه ليسور بو لم إلهي رسول شي كلم إلها آهالي المركا تايتاق الرسول كو شاكتين كوي كوه ريجي والله مركا إلها آهالي وحكا قد هو يهي مال معجزات بو لسيين رسول شي لكل معجزات بو وضال هاي لكن كيف عنا بالي مثل كالويل إنا مباهر نشي بالي وإلهي لنشاء حق الواحدون marka uu ka ku jiray ya ilaaha oo shaqayn jiray ah isaga yaa uu ku sameeyay ya abuuray isaga marka aqli galma hadal waxana jeedisan aqli galma liba kale kana ya kuna nidaam waxay ka dhigan tahay kaashinka markay cunaan iyo sharaabka cunaan saxariin ka dib aaymanay marka shin bay cunay mar hadii la yiraahdo uu saxarana yaa wan kaati marka wax saxariye kaadile hadilaha uu sheegtay balalay oo sura galma allah uu bilay marka mal masiix uu masiix ma aha مسيح ابن مريم آها إلا رسول رسول مياه قد خلق أي تكتي من قبل هورتي الرسول رسول أي تكتي أمه يدين صديقة فمين بلوه فلماذا وحى إلى هذين قبل ولي النبي من نقلم بينهم مرتبة قص الرسائل الله الشهدين والصديق نم قبل ولي النبي من نقلم مرتبة قص الشهدين والصديق نم قل ينوى النبي وملائكي وحضى الله هذا الشيء بإليه قبل نبي الموسى يدين يأذو وحضى الأنبياء بإليهنا ملائكة الله هذا الشيء مركب ملائكة الله هذا الكو أبي أنا بكر دلال ميسو مرتبة نقص الرئيسي هو جديد وكتب على الصديقة فمين بدن أبو بكر الصديق ومقع له مقع عابد مركب واحد لياب لأو فميي بس الصديق لبحي مركب نبي الله محمد قرر انتو هلين كتري مكان لغا قوري او بيت القدس وانتا صوب الله سي سعوده مريد قدوه في كتري وهل كان بين كتري ومعراج كتمد الله قاضي وهل كان كسر نقضي بو أرورتي حالي والي قوري بيت المقدس مال تغيير مركاتي قولي لك مرشيد وحوانا ما نتعبين انها ساسين حالي ساسين مثل ما لحا قبطري من عن وفته في سبب الدلم او بكر صديق ما لو تقول لي وحو صاحب كاك في جديد اي وحو صاحب كاك اللي حالي ما كان مكاكة ومدينة كسر ايان كسر الله بقوار نقضي قدس ما يجي الاستداء ها والله وحا كنتو فدو الشيخ يا ضخ ما إلا هدون وحا كنتو ابن هو مشي لإسرها ماشي لقايا معلاج هو مشي لي او بكر صديق ما تقول يمدو ويديدوني waaba li guriye guur wa ma isu sheegay wax ka fudba ma tobeen laa sidii sidii gnaad wa martaba heer sara wa mu hoyadi sidiiqatu fumayn badan kana waxa ay ahayn ciisi iyo hoyadi yar kulaani taama raashin ka kuwa cunan idan saxaran way yelanay undur bal eeg buu alladi kayfa sida nubayinu aan ugu cadeynay law ma yaga ala ayaa xujooyin ka ugu cadeynay fuma undur bal eeg anna sida yuufa tuura loo leexiyay anil xaq loo leexiyay balaysu bacdayn sadd man baashinta وروح الأذين هو إله وبني آدم فاشنكوا العنا ووحل الضلي وصدام
انت قررت يا إلها أدبا وعدين انظر بلايك كيف سيدر نبينه أنه وعدين الله مقال يلا ياتي بمعجزات في الجول كان وعدينك ثم بمصدر أن سيدر يوفكون اللهين قلوا حاصل أقول الله نبي الله محمد بكيري أتعبدون ما عابد إيسان من دون الله ألا شكريس هذا كان نبي محمد بالله أمره ألا شكريس ما عابد إيسان ما شيء لا يملك أن هرن كرين لكم إذن كبرنا وحدنا وحدات عاصلان أن إذن نبي كرين ولا نفع واخترنا أن إذن هرن كرين هذا عابد الله وحدات ألا لما ذا دين إيسان أسلام سميشا قفتان تان لا سوكري وحن النولين با وميشا يادي الله بدك قاربا وشنبراها خير كرها اليوم شبره هي الدبض قالا شبره ما يشاء يكتر دولي شو الدبض قالا هاي قربت تسكت كتر دبض قالا لقوم وحو عبد الكريم معاك كتب الكريم وعبوك الكريم هاي ما صدر فدان سياسة هاي الثاني قلوا هاي لا تعبدون مع الرسل من دون الله ألا غيرك ما شيء لا يملك لكم آنذين هنن كنين ضرا وحلفا وإذا كان دفاع كريني هدين أديدان عن ذي ذي كريني ولا نطع واحترنا عن ذي هنن كريني هدات بعبدان والله ألا سبحانه وتعالى هو ألا أستمع كما غلوي العليم أعلم مالك وحاء الله أعلم إله إنما وحاء أعلم كالسمعي في علمي سوى عامهين فإله إنما أعلم إن سوى كلمها إن سوى علمي سوى كوبين يعني معجزة الله فيه معجزة ذاك عميل سكال ظاهرين الله باكو شرسيين إما إله إنما وحاء كالي فروحات إلى بالي النبي الله محمد يا أهل الكتاب وردتك أهل الكتاب تأهو لا تغلوها كحد قدنا في دينكم دين فينا دحلانا قلوا الحد قدب وغير الحق حق آرهين قلوا حد قدب آر حق آرهين غير الحق لا واحد من إعرابينا مستر تقلوا ذا مستر كيرين الصفاء ولينا صفة لمستر المحدود ساسوا معنه صح كصابعين ولا تتبعوها الراعينا أهواء قوم قلوا شعير كوضا الراعينا هودوا قد ضلوا الرمي يبوا من قبل هر الله والرؤساء دي هر دات قوضي هر واليهودية نصار دات قوضي هر وأذلوا اللمييي كثيرا إن مدن اللمييي وظلوا هدنا مر لبعض ما يعصوا أي سبيل وذري سوسين والنبي لهم محمد فيه تنضم بالنبي سواء السبيل في واقع وذري سوسين في الدنيا وحوي ويحجز بين النصارى عيسى يتحدق الإله عيسى يتحدق يهودين ويحجز بينهم عيسى يتحدق وولد غير رشد يعني وولد أن سحر ما شيء بإله هذه وولد غير رشد أبي إله هذه لابد من واحد جد بوي لو مبى أن حد جد كا حق إله ما هجاتيني خاص من هذا الصول ما هو بس الزجين وين ها شرفت سؤال كأول ورسلا تبيرين علينا قلوا بحات الأجياء على الكتاب إلى الكتاب في يوم لا تقولوها حد قدنا في دينكم دين فينا رحنا بغير الحق حقيتي هكو حد قدنا حدود بحقيتي هكو حد قدنا ولا تتبعوها الراعنا أهواء قوم قولة شعيكم قبل اللهم هرت يقول اللهم من قبل هرت اسكو اللهم وأضلوا اللمية كثيرا إن بدن بين اللمية وضدك كاملا وضلوا اللمية مر لبعضنا عن سواء السبيلي وضدت في طوصنا والنبي الله محمد لا عدس يكلنا نبي الله محمد وابتو ليه سيدي أنه كتابها هو حد بذبنا لا تضعوني كما أضبط النصارى عيسى بن مريم لا تجعلوني إلها أقول إنما أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد الله ورسوله شرفت أغبا إلى سيلها معي فيه إنه أدون ألي هاي أو الرسول هاي أو قوبها أو شرف بلن نبي الله محمد وقال الله أدون لما كوش هاي ما كان نبي الله محمد بعد أنه قلت يقول ودد أقول لأهل الكتاب كأحد قد بكوري وقال الله مرحبا لعنه والله لعنه دائر الرحمة دي بأن لقد فقيني الذين كوي كفروا قالوا ومن بني إسرائيل إسرائيل تتكي كرد الشيء هذا على لسان داود داود عرب تيسا لقول لعنه دي وعيسى على لسان عيسى بن مريم عيسى بن مريم عرب تيسا لقول لعنه دي ذلك اللعنة ذات بسبب ما شيء سببته ويعسوا إعسان سمايا بسبب إعسانه وكانوا حين يعتدون كل واحد بالبدأ هاي الله عليه سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وحال قل عن ذي كأول عيسى عرف وهي معنوه حوية إنجيل يهود إنجيل إيو زرور باللعنة ذات الرسوة أخرى نبي الله سوف بيمك إلا اللعنة ذيه من عرف وذلك سوف بيو ذات أشاري ملعنين إليه إسان داود بركة قلدها داود أو ملعونين هذا وقال لي أصحاب الصدق أحد بذبتي وضايرها النقطتين قال لي عيسى عرف إذا لقول عنا ذنواء وأهل المائدة قيت ديدي وأبدأت هو عذاب كله كوي ديدة عذاب كوه كل بيقالي أهل المائدة كوي ديدة يرنو عكف الله بي وضاير اللقاء لقيت دوصارة اللقاء لقيت
marka waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala dadka waxa loo lacnaday uu leeyahay waa dhibaatooyin geysteen iyo ishaalkii la yimaadeen iyo xadgudubkii la yimaadeen deedan waqtigii Nabi Muuse laga soo bilaabo Nabi Muuse intii ka dambeysay jihad baa jiray marka ummadu in la dabar gooyo gamta loo joogsado ma dhicin qayb kamid ah la nasaxay qayb kamid ah la kala go'doon ummadeena marka waxa baabiintii istiqaab looga dhigay markay xaq ku socon waayaan iska horimaasi inay islaayaan oo isnacaan oo abaar iyo daacuun iyo cudurro lagu rido waa looga dhigay taa marka dhibaatada jirto oo dhani waxay ka iman xaqa la garamarsan yahay ay dhibaatada oo dhani ka dhacaysaa wicina waa la lacnaday buu alla yidhi alladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min bani israiil adee bani israiil kamid ah calaa lisaani daawuud wa ciisa injiliya daawud carabkooda lagu lacnaday macnaha iyagaa soo gudbiyey injiil iyo zabuur baa lagu lacnaday iyagaa soo gudbiyey dalika lacnadaasina bisababi maa shay sababtu way casow ay cisyaan sameeyeen bisabab cisyaanihim wey caasinimaday sameeyeen xaqdiidaday sameeyeen wa kaanuu waxayna ahaayeen weliba yaxtiduuna kuwa xadgudbay bay ahaayeen xadgudubkooda maxaa kamid ah kaanuu waxay ilaa yatanaahawna kuwaan deegtoominoo nahyoonaanin can munkarin munkar facaluhu ay sameeyeen labiisa waxaa xun maa shay baa xun kaanuu ahan yafcaluuna kuwa falay laa yatanaahawna laba macnay xambaarsan tahay laa yatanaahawna ma nahyoonaaninin mid walba mid maanta ka joogsanaya male waxaa kaloo laa yatanaahawna isma nahyeeninoo mid midka kale nahyi ma lahayn war waxaa ka joogay waxaa ka joogay midle ma ahayn nidee banu israiil oo caalima baa uimanaya qoloof dalaal ku jirto war waa sidee buu leeyahay waxaanu wuxuu yahay beri oo kale uu soo imanaya iyagoo halkii ku jiro waxbuu iskala cunaya wala maaqaxa wala fadhiisanaya marka yatanaahawnadu labada macnayood cabaasada la yatanaahawna qof waliba goonidiisa uma nahyoonaanin nahy maantana iskama nahyeynoo kaanu waxaa ahayn laa yatanaahawna kuwaan iska nahyiin can munkarin maa facaluhu ay samaynayaan way isku daawanyahay marka munkarka haddii ay waxaa shardi ah inaad naftaad aadan dhibaato uga yaabaynin ama dhibaato weyni dhacdo oo baahsani aadan ka yaabaynin markaa amar wey oo waxu sheeg haddii aad dhibaato ka yaabayso qalbiga tanna oo xidhiidkaa ugo xidhiir hala yeelane labiisa waxaa xun maa shaytaanu an yafcaluuna kuwa sameeye maxay sameeyeen inaanay munkarka iska nahyin taraa waad arkaysaa kahiiran in badan oo minhum yahuudda kamid ah yatawallowna inay ka saaxiibba dhiganayaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobe mushrikiinta ah labiisa waxaa xun maa shay baa xun qadamat ay u horamarisay lahum iyaga anfusuhum naftoodu ay u horamarisay macnaheedu waxa weeye ay kayd aakhara ahaan ugu horamarisay ama ay u horumariso usoo dhigtay wey waa masale lasoo dhigay masalada banaanka lasoo dhigay waxay naftooda u samaysay oo naftooda u horumarisay oo u kasabtay yaa xun waa maxay waxaas ansakid allahu waabaynu allah u carooday calayhim dushooda wafil cadaabi cadaab dhexdina hum yow khaalidina waa ku haraya in badan haddii la yidhaahda kasiiran minhum min alyahuudi yatawallowna faacilkeeda yahuuddu ku noqon gaaladay marka ka weli dhigteeno aqalad yahuuda inta madiine ka tageen oo maka u shireen ay yidhahdeen ninkan anaga idinla jabinayno idinla dagaalka idinla gelaynee soo kala dagaal mushrikiintii bay bukaaye oy saaxiibba ka dhigteen taraa waad arkaysaa kahiiran in badan minhum min ahli lkitaabi ah yatawallowna inay ka saaxiibba dhigan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo mushrikiintii bay ka saaxiibba dhiganay war anaga idinla jireen ninka meeshaan ka jabinno idinku saasoo caydhiseen annanaan halkan uga caydhinno labiisa waxaa xun maa shay qadamad ay u horamariso u kasabtay lahum iyaga anfusuhum naftoodu ansakid allah biansakid allahu alla waa inuu u carooday weyn calayhim dushooda wafil cadaabi cadaabkana hum iyagu khaalidun waa ku waraya waxa naftooda u horamartay waxa weeye sababkii alla ugu carooday bay samaysay naftoodii weyn allah wuxuu leeyahay walow kaanu hadday ahaan lahaayeen yuminuuna kuwa rumaya billaahi alle iyo wanabiy nabigoodi kuwa yahuudi nabigii muuse ahaa iyo allah hadday rumaysnaan lahaayeen iyo umaakii usiila la dejiyey ilaahi xaggiisa ma takhaduuhum kama yeesheen awliyaa nabiga nabiyullahi maxamedna uu soo gelayaa markaa walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen yuminuuna kuwa rumaya billaahi alle iyo wanabiyi nabigan maxamed ee nala jooga iyo ambiyadii horeba iyo umaakii usiila la dejiyey ilaahi xaggiisa lagu soo dejiyey ma takhaduuhum gaalada ka mushrikiinta kama yeesheen awliyaa saaxiibba kama yeesheen itakhaduuda faacilkeeda waxaan u celinay yahuuda humtana mushrikiintaa loo celinaya awliyaana wa mafcuulkii labaad ma takhaduuhum kama yeesheen yahuudu
يهل الكتاب كمشركين تعوليات صاحبة كما يسن هذا واحد يشيغنا يعني فقه صاحب أنبياء إيه. الله كما يسنين مرنب مشرك مرعين ولكن كثيرا انبنا منهم يا كمدهم فاسقون ويكبحين عن طاعتي طاعتي الله يكبحين وحي يرب أهل الكتاب يا كسوهرين ولكن كثيرا انبنا ومنهم بالكتاب فاسقون بركب بالله والنبي وحوي بالمثل المنافقين توكله مرمر بيشيغنا يا إيمان مرك يهود المنافقين تاهي ومرمرنا بجأمه تشيني إلي كميسيهين حدي الله كميسيهين وصير الشيغانا يلأيدين كميسيهين ونبي الله محمد يقاضي كميسيهين مشركين تاهي قال هذا كما يشين صاحبه ولكن كثيرا منهم فاسقون طاعة الله ويكبحين الله محليه اللي سجيدنا واتكوه قال واتكه الوين أشد الناس ذاتك هو أغدرا أداوة الحق الله يتنكه للذين كل عل ليهي آمنوا مؤمنون اليهود يهود بات كهري يو الذين كل أشرفوا مشركون لتجدن مفعول في دور وأشد الناس مفعول في كلباتنا واليهود دور معلوم حوالي مؤمنين تقوى أغن عبدات كمركي اللي يسوق المؤمنين تقوى أغن علي واليهود يا مشركين مشركين تنو أحبار قرن مهيان وحوال مكلا أباء يهود نوى عدوين هو عدو يقوم ويانا وحي كلاو اللهم بين عبيهم لتجدن واتكوه غان واتكثل وي أشد الناس ذاتك قوة غدرا عداوة الحق الله تنكا للذين كوي عل ليهي آمنوا مؤمنوا اليهود يهود باتكهن إيو الذين كوي أشركوا مشركوا بي بس إذا أشركوا يهود وعد مؤمنين توحكا نعبوا الواي ولتجدن واتكهل أغربهم ذاتك قوة غدوا أغربهم ضميرك في الله سخونه أغرب الناس ذاتك قوة غدوا مودة الحق جعيتا للذين كوين التي عليها آمنوا مؤمنوا بي الذين كوه ويلي قالوا يلي إنا نحن نصارى بنا فلما نصارى بيه وحوى الجهل باهيين حرق مركي الله شير ويه رعان نصارى فلما منت النبي الله محمد ذاتك أولا كل مير نصارى ذا آهي إلا بقل يا أخرت الموال قياسا بقل يا أخرت الموال قياسا ذاتك نصارى ذا هي تقول سجي النبي حرق رعاي فمثلا أخرت كثم النجرة أفرت أن النجران كثمت يا النبي صد حد قبل كان كتجة حبشير اللي إذا كتجة يليه بريء كدين خير شام تلا سكلا وأنا أقول يا أفرت مالها أنت اللي بقالي والله بقولتي ميت والسلام ترى عليه مرك قف نصارى أو علم له أو نبي هذا في سما قريب وديدين ما بكرم فمثلا نبي الله محمد مركي صحابة أي فؤاد كاتي ما كان يقص وتجد أول سجدين يعبد بنا بدان الكمديا ورقد موسى قري أصحاب النجاس بقرتي أرضان أن شوفنه يوصل قريب وردت مكروه لي وحول السود وحول مكاس وردت كاس وحول بالوال إيه دورا ورجلنا الله من بيت صوت دبر دبي عبد العال في عقل قبلنا ينن كله يكاس صوت دبر عبد الرحمن عبد الربيع يكاس صوت دبر بنا وحيله المال في محمد كار جدنا الناس مالته إنه كار جدنا أي إنه نمكاس نكاس كاس صوت سبناه ويوي ماله وحيله إنه ما نجس صوت حسده وفلاجه من نجد الشيء هو حيا وشيء شيء لما نصور دريبا ماشي كويه وانا لما دين تاني بين كاف الدليل بيكوي ده قالوا يا رجل من عاقل وها علم السلام عليكم منا بركات سيكون قريش يا جناد الله بدينا وكان واحد شيء كيف السلام في النجوس سلام كذي النجوس الجودة هاي ويدينه وش على وحول محاط سلام هاي سلام ويدينه سلام في الجنة يا ملاك النجوس سلام نبيه وحول محاط إنسان وقلب عيسى محاط كإنسان سورة مريم أو كلا أما سورة ياسين أو كلا بي أقريه انتو قول اسلام اكتوري بيقول والله إن يرد ديريسي نقول إن يرد كدهم إنسا سيدي اللي مشيغي مركا سيدي أنتو شايوم نقول نبتقلي قولي ألقي بكسور نغني مركا أخنا سارا هو علم له هو إسلام كما غلي أما النبي الله كل من أرش رمينيني ما بتكرا بها أمركا واسدا سيدي جهل بحي لتجدن نوات هلي أشد الناس ذاتك قوة أغدرا أغدرك عداوة حق الله تنكا للذين كوي إلا العليهي آمنوا مؤمنوا بي اليهود يهود بات كهري يو الذين كوي أشركوا مشركوا بي ولتجدن وات كهري أغربهم ذاتك قوة أغدوا مودة حق جعيتا للذين كوي إلا جعليهي آمنوا مؤمنوا بي الذين كوا قالوا يري إنا أنا ونصارى بارنا محاوه عن مرة ذلك جعيكا المؤمنين تجعليهن بأما منهم محاكمين بالسيرسين علماء كمدا يور مبال العباد فمبال هو أقوى يعني كنيسة لا هو أقوى آل العباد يستوي ولا قاعد مثلون يهي بالسيرسين سنوى علماء في ديوتو وحشيرتون ملك العباد الله عابده
يقصيصين علم أشهر سوى نسان ييليني ساسا أموان وانت الله تعريف النوي بكي إنجيل لتعريفيين أفر كتابة على القرية إنجيل مرقص إنجيل لوقا إنجيل متى يمثل إنجيل أفر يوحنا إنجيل يوحنا إنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقا بكي لتعريفي أفر كتابة على إنجيل على القرية بركة واقصيصين يدوبان حق القرن السويان ذلك حق عدات يموم من جعل كافي دام من المحاكمين القسيسين علموا يقول لبان العباد فاقمين لبان هو قوة عبادتك اليوم قائم لقى علم الرنية هاي وأنهم يقولون الله يستكبرون من كبريان وحق مركة مغلال السنس كما تاريان يهود وحي دفاعانيا درك العلم كل بلو سنسرين وأي كروح ولا مرور سنسرين هو الأنصار نصارى لي وحي دفاع عن مال وأدركا مساكين تاهو الله العالمين يقول يهو حي دفاع عن مال لدركا كما فاين هذا الدين في حقه نبي الله عيسى الدين في إنجيله كاني دين عن إذن عبادين إنيوه يددك سمينه من أدد خلص خينين دك حقه لكل مياه وأنهم يقول الله يستكبرون وإنا نكتب السنين بك صدا قد تربي حقه أبو الدردوين الله سبحانه